وكمان معانا الزميله الجميله مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي اللي موجوده حاليا داخل مقر جريده اليوم السابع عشان تطلعنا كلنا على اهم العناوين ومنشطات الصحف والمواقع سواء المحليه او العربيه او حتى العالميه. صباح الفل عليك يا مريم. عندنا مشكلة واضح في الصوت تحديدا، حاجة تكنيكال صغننة كده، معلش رفاية رفاية. لا الصوت رجع اهو. مريم صباح الفل عليكي وكلنا آذان صاغية، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من مقر جريدة اليوم السابع. إن شاء الله هيكون معانا جولة دسمة في مختلف الأخبار زي ما أنت قلت بالظبط يا كريم، على كافة المستويات العالمية والمحلية والعربية والمصرية. البداية من موقع اليوم السابع، انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي توجو اليوم. النهاردة ثلاثاء، النهاردة إن شاء الله هينطلق طبعا معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة توجو في مباراتي الإياب والذهاب، واللي هيقاموا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية طبعا اللي هتقام بالكاميرون. من المنتظر كمان ان ينضم لاعبو النادي الاهلي غدا الاربعاء لهذا المعسكر، ده طبعا وفقا للاتفاق المبرم بين محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكره بالنادي الاهلي، بعد اعلان قائمه اللاعبين اللي هينضموا من داخل النادي الاهلي لمنتخب مصر. وشملت القائمه النهائيه للاعبي النادي الاهلي محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، و حمدي فتحي. ومن موقع سوبر كورة، اليوم المنتخب الأولمبي يبدأ معسكر وديتي كوريا الجنوبية والبرازيل. النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 2 عصرا هينطلق المعسكر المفتوح للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وهيبدأ اللاعبون في التجمع على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة. طبعا يعني بعد التجمع ده هيكون في مسحة طبية لجميع المشاركين في المنتخب سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، مسحة كورونا طبعا، ده قبل بدء المران الأول. وكان الجهاز الفني يعني منح للاعبين المشاركين في المنتخب الأولمبي راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري، كمان على أن يكون المعسكر مفتوح. ولكن المعسكر المغلق هيبدأ إن شاء الله اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في المنتخب أو المعسكر 35 لاعب من وقع عليهم الاختيار من قبل، بعد استبعاد طبعا اللاعبين اللي هيشاركوا في منتخب مصر. طبعا المعسكر هيدخل فيه احد فنادق القاهره يوم 8 نوفمبر الجاري، ومن المقرر ان يخوض منتخب الاولمبي مباراتين وديتين خلال معسكر المغلق. طبعا المباراه الاولى يوم 12 نوفمبر الجاري امام كوريا الجنوبيه، والمباراه الثانيه يوم 17 من الشهر نفسه امام البرازيل. عندنا على المستوى العربي من موقع سعودي ليج، كاريلي يضع خطة تجهيز الاتحاد خلال فترة التوقف. تعمل إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أمار الحقالي بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي على وضع خطة هيمشوا عليها خلال فترة التوقف اللي هتستمر 15 يوم بسبب أيام الفيفا للمنتخبات. طلب كاريلي من إدارة نادي الاتحاد السعودي تجهيز مباراة ودية تقام للفريق خلال فترة التوقف اللي هتبدأ بعد مباراة التعاون ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. كمان عايزين نقول ان بيخوض الاتحاد مباراة قوية امام التعاون يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في جدة. ومن موقع سكاي نيوز عربية، كلوب يدافع عن صلاح، ليس لدي ما أقوله.
دافع الألماني يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول الإنجليزي عن نجم الفريق ونجمنا المصري محمد صلاح بعد الانتقادات اللي تعرض ليها عقب حصوله على ضربة جزاء في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي أمام ويست هام يونايتد. في وكمان تعرض صلاح لانتقادات كبيرة جدا لأن ناس كتير قالت أنه هو ادعى الإصابة داخل منطقة الجزاء علشان يحصل على ركلة الجزاء. كمان قال يورجن كلوب في المؤتمر الخاص بمواجهة أتلانتا اللي هتقام النهاردة الثلاثاء، قال أنا عنديش إلا أقوله عن أن صلاح ادعى الإصابة داخل منطقة الجزاء، وكمان قال أن هي مخالفة كبيرة لكل من شهدها، إلى حد كبير جدا كل من شهدها قال أن هي ركلة جزاء بالفعل، وقال صدق أو لا تصدق أنه هو اتكلم مع محمد صلاح نجمنا المصري طبعا نجم المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي أول أمس الأحد اتكلم معاه، وصلاح أكد له بالفعل أنه هو تعرض لثلاث ضربات من ضمنهم واحدة داخل منطقة الجزاء ولكنه لم يسقط. وكمان يعني قال أنه تابع في المؤتمر الصحفي أنه عامة يعني هم لا يتحدثوا كثيرا عن ركلات الجزاء اللي لم يحصلوا عليها بعد يومين من مرور المباراة، ومستغرب جدا أن لسه الحديث مستمر حول ركلة الجزاء اللي حصل عليها صلاح رغم المباراة أقيمت يوم السبت الماضي. من موقع جو فور كورة، كورونا قد يجبر الاتحاد الأوروبي على الخيار الصعب بشأن بطولة اليورو. طبعا عايزين نقول ان افسد يعني فيروس كورونا او كوفيد 19 في كافة انحاء العالم وخاصة القارة الأوروبية جميع يعني الفعاليات الرياضية، ولكن الاتحاد الأوروبي بالنسبة له افسد اقامة بطولة اليورو للمنتخبات واللي طبعا بينتظرها عشاق كرة القدم كل اربع سنوات. كان من المقرر ان يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى 60 لانطلاق البطولة عبر إقامتها هذا العام من خلال إقامتها في 12 مدينة مختلفة، ولكن طبعا يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن تسببت الجائحة في تغيير الخطط الاتحاد تماما، وكان من المقرر أن يعني أو فعلا تم تأجيلها إلى العام المقبل، ولكن حسب تقرير نشرته صحيفة ميرر البريطانية الاتحاد الأوروبي هيلجأ لإقامة البطولة ولكن في مدينة واحدة فقط من بين المرشحين طبعا روسيا نظرا لأرقام الإصابات المنخفضة يعني مقارنة ببقية الدول الأوروبية. كمان روسيا كانت زي ما احنا عارفين كلنا ان هي أقيم على أرضها كأس العالم منذ عامين، وكمان هي بتمتلك مجموعة رائعة من الملاعب في كافة المدن، وكمان عندها خدمات استضافة على أعلى مستوى وشبكة طرق ممتازة. كمان أكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين انه متمسك جدا بإقامة هذه البطولة، يعني قال كمان في تصريحات لميرر انه شايف ان إقامة البطولة في يعني ظل هذه التحديات هيكون طاقة إيجابية كبيرة جدا للناس وكمان لعشاق كرة القدم بشكل خاص. وفي النهاية قبل ما ننهي فقرتنا طبعا عايزين نفكر كل مشاهدينا بجدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، عندنا أتلانتا وليفربول في الساعة 10 مساء، وبورتو وأولمبيك مارسيليا في 10 مساء، مانشستر سيتي وأولمبياكوس في 10 مساء، ميتلاند وآيكس في 10 مساء، ريال مدريد وإنتر ميلان برضو في 10 مساء، سالزبورغ وبايرن ميونخ في تمام الساعة 10 مساء، لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد في الساعة 8 مساء، وكمان شختر دونتسك وبروسيا مونشن جلادباخ في تمام الساعة 8 مساء. دي كانت جولة في أبرز الأخبار العالمية والعربية والمحلية وكمان المصرية وأخبار منتخباتنا منتخب المصري أو المنتخب الأولمبي. بشكركم جدا إليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر للزملاء الأعزاء مريم سميح ومينا ماهر مراسلة قناة النادي الأهلي.